كرات التمر سريعة ولذيذة. عشان نعملها عايزين كوباية تمر مفروم، تلت كوباية بسكوت مطحون، عايزين نص معلقة صغيرة من جوزة الطيب ومن الحبهان المطحون ومن القرفة، ممكن تزودوا قرفة شوية. وللوش بقى زي ما انتوا عايزين، احنا قلنا جوز هند وفستق مطحون، ممكن كمان تحطوا لو تحبوا بندق مجروش كده، يكون محمص ومجروش برضو بيطلع طعمه لطيف جدا. هناخد دلوقتي البولة اللي عندنا. طيب هناخد دلوقتي التمر اللي عندنا، هنحطه هنا، هحط معاه البسكوت، هنحط معاه التوابل اللي عندنا، الحبهان المطحون، القرفة، أنا هزود قرفة شوية، ورشة صغننة من جوزة الطيب. بس هاخد الكلام ده كله بقى وهعجنه بإيديا كده، لأن شوية التمر يعني مش جامد، بس يعني أسهل أعمله بإيدي مع البسكوت. يا عيني كمان عارفين ممكن تحطوا ايه؟ ممكن تحطوا معلقه، ربع معلقه صغيره من البن. فبحب اقول لكم على الافكار اللي بتيجي في بالي، انتوا ممكن تيجوا تنفذوها تحطوها. يلا خلاص احنا كده جاهزين. حطينا ايه؟ حطينا تمر، حطينا بسكوت، عندنا هنا الشوكولاته بتاعتنا مذوبه في حمام مائي. فهنعمل ايه؟ شوفوا الجمال بقى بتاعنا. هناخد قطعة حسب قد ايه انتوا عايزين حجمها. هناخد دلوقتي التمر بتاعنا، بتقدروا تحطوا في النص زي ما اتفقنا بندقة صغننة كده لذيذة، تعمل طعم كده حلو في التمر بتاعنا. وهنقفل عليها كويس بهذا الشكل كده ونكورها. وهناخدها نحطها في الشوكولاته. الشوكولاته عندنا دايبه زي ما انتم شايفين اهي، ونطلعها. يلا هناخدها بقى نحطها يا اما في جوز الهند يا اما في الفستق زي ما انتم عايزين. خلينا نحطها في الفستق. شوفوا لي بقى الجمال كده. شوفوا اهو ده بيكون شكلها اهي، شوفوا